Are you today? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا طلابي وطالبات المتميزات، طلاب الصف الخامس ألف وطلاب الصف الخامس باء؟ اليوم يا خامس ألف وخامس باء بدنا نكمل شرح القاعدة اللي هي قاعدة how، كيف نستخدم how عشان نعمل أسئلة. طيب يا خامس، نرجع نراجع مرة تانية هدول الأشياء اللي إحنا لازم كل مرة نراجعهم. Before we start، قبل ما نبلش بدنا نعرف شو يعني adjectives، حكينا عنهم اليوم أو عفوا في المرة السابقة. Words to describe nouns اللي هي كلمات بنوصف فيها الأسماء، مثل tall طويل، long برضو طويل، new جديد، big كبير، old كبير في السن. إذن عبارة عن كلمات بنوصف فيها النونز. الverbs هم أهم إشي يا خامس في هاي القاعدة، اللي هم الأفعال، لأنه عنا ثلاث أنواع من الأفعال. النوع الأول عنا linking verbs اللي هم استخدمناه في أول قسم من القاعدة، اللي هم is و am و are. عنا اثنين اللي هم real verbs اللي هم رح نستخدمهم في الجزء الثاني من القاعدة اللي رح نشرحه اليوم إن شاء الله، والhelping verbs برضو رح نستخدمهم في الجزء الثاني من القاعدة. إذن الجزئين المهمين عندنا في قاعدة اليوم هم الreal verbs الأفعال الأصلية، والhelping verbs اللي هم الأفعال المساعدة. nouns اللي هم حكينا أسماء، مثل اسم حيوان، جماد، بلاد، أشياء إلى آخره. طيب يا خامس، قبل ما نكمل حكينا احنا بنستخدم how to make questions، نستخدم how عشان نعمل أسئلة. how معناها كم، how is a question word، اذا كلمتنا اليوم هي how. طيب يا خامس، هلا احنا امبارح او يعني في المرة السابقة تعلمنا كيف نعمل سؤال باستخدام how اللي هو الجزء الاول من القاعدة، اللي هو استخدمنا how زائد adjective زائد linking verb زائد الكومبلمنت. هذه أول طريقة. هلأ عنا طريقة تانية برضو بنقدر نعمل فيها أسئلة باستخدام how، يعني هيك بصفي عنا طريقتين يا خامس. الطريقة الأولى أخذناها، هلأ بدنا نأخذ الطريقة الثانية. طبعا حسب الأسئلة نستخدم يا إما هاي الطريقة يا إما الطريقة الثانية. خلينا نبلش. هلأ زي ما حكينا عنا مثلا جملة how نعتبرها مثلا كأنها كعكة، تمام؟ هاي الكعكة بدها مكونات. شو مكونات هاي الكعكة؟ مثلا البيض والزيت والحليب وإلى آخره. هون نفس الإشي، هون عنا جملة لازمها مكونات، ما في جملة بدون مكونات. فالمكونات الجملة اللي بدنا نصممها هون أو نكونها منها، وهي أول إشي عنا question word اللي هي إيش؟ how. بعدين عنا helping verb، نتذكر شو هم الhelping verbs اللي هم does والdo والcan والhave والhas، هدول helping verbs اسمه فعل مساعد. بعدين عنا subject، السبجكت اللي هو عبارة عن اسم أو ضمير، يعني يمكن نقول سارة وممكن نقول she، بنقول أحمد أو he، مثلا children أو they. بعدين بيجي عنا الreal verb اللي هو فعل أصلي. لاحظوا عنا نوعين من الفعل هون، عنا helping verb فعل مساعد وعنا فعل أصلي، عشان هيك حكينا لازم نركز عليهم. بعدين عنا تكملة الجملة حسب الفعل. إذن عنا question word اللي هي how، بعدين عنا helping verb اللي هو الفعل المساعد، بعدين عنا subject بيكون يا إما اسم يا إما ضمير، بعدين عنا الreal verb اللي هو الفعل الأصلي، بعدين تكملة الجملة حسب الفعل. طيب ناخذ مثال. question word عنا how، helping verb منقول مثلا does، أو ممكن نقول have، ممكن نقول مثلا has. احنا هون اخترنا does، اخترنا اسم سارة، فعل أصلي make. طبعا على حسب الفعل الأصلي نختار الكومبلمنت. هلا شو صارت عندنا الجملة؟ how does Sarah make a cake، يعني كيف سارة عملت الكعكة. لو مثلا شلت الكومبلمنت شو بقول؟ how does Sarah make، كيف فعلت سارة. طب فعلت ايش؟ ايش عملت سارة؟ كيف عملت سارة؟ شو عملت؟ عملت كعكة، عملت واجب، عملت. إذن نختار a cake. إذن مرة تانية يا خامس، عنا question word، بعدين helping verb، subject، real verb، و compliment. هدول
مكونات لازم يكونوا موجودين عندي عشان أقدر أكون النوع الثاني من the questions with how. طيب هلأ نيجي to answer the question. عشان أنا أجاوب السؤال لازم يكون عندي subject، طبعا كله منطلعه من الجملة يا خامس. عندي subject اللي هو noun أو pronoun برضو موجود في السؤال، هلأ رح نعرف كيف، ونختار الفعل الأصلي زائد تكملة الجملة. طيب نطلع هون، how does Sarah make the cake؟ نفس السؤال اللي كان قبل شوي. how هي كلمة السؤال، ال helping verb، Sarah هي النون أو pronoun، طبعا هون noun اللي هو subject يعني، make هي الفعل الأصلي، وthe cake هي الكومبلمنت. طيب Sarah هي subject شايفين، makes هي الفعل الأصلي هنا، the cake هي تكملة الجملة هيها the cake using good ingredients. هلأ using good ingredients هي التكملة اللي احنا لازم نكملها من عنا حسب فهمنا للجملة، إذن النوع الثاني من القاعدة هاي، الجزء الثاني من القاعدة بيعتمد على فهمنا للجملة. نرجع نعيد مرة تانية، how does Sarah make the cake؟ طيب أنا كيف جاوبت على هذا السؤال؟ حسب القاعدة هاي، حسب الشكل، أول إشي بدور على السبجكت، وين السبجكت؟ هون هاي السبجكت، بنزله. بعدين عندي الريال فيرب، وين الريال فيرب؟ الدز ولا الميك؟ طبعا الميك، ليش؟ لأنه الدز helping verb. إذا عندي ميك هي الفعل الأصلي، بنزلها. إذا نزلت أول إشي السبجكت هياته، بعدين نزلت الميك اللي هي الفعل الأصلي، بعدين بروح للكومبلمنت. هاي الكومبلمنت، يعني إذا أنتم ملاحظين هيها سارة ميك ذا كيك، سارة ميك ذا كيك نفسها، ولازم أكمل من عندي كيف سارة عملت الكيكة. سارة عملت الكيكة باستخدام أدوات معينة أو مكونات جيدة. هيك إحنا بنكون جاوبنا على السؤال. طيب let's continue. لا في عنا هون عندي في عنا بعض الصيغ الأسئلة اللي بنستخدم معها how. مثلا عنا how much. how much معناها إنه بنستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة. إذا how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة. إيش يعني أشياء غير معدودة؟ أشياء غير معدودة يعني هي عبارة عن أشياء ما بنقدر نعدها، مثلا الأرز، مثلا ما بنقدر نعد حبات الرز، السكر، الملح، الماء، العصير إلى آخره. إذا هاي الأشياء غير معدودة. مثلا عندي مثال، How much does this rice cost؟ يعني كم سعر هذا الأرز؟ إذا how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة. how many عكس how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء معدودة. إذا مثلا التفاح، البرتقال، الأشياء اللي بقدر نعدها، الأقلام، مثلا كتير في عنا أشياء نقدر نعدها مثل التفاح، البرتقال زي ما حكينا. for example how many apples do you have in this bag؟ يعني كم عدد التفاحات التي لديك في هذا الكيس؟ آخر شيء لليوم يا خامس هو إنه عنا الـ helping verb can عادة يسبقها adjective، زي مثلا هون شايفين far، how far can you run؟ يعني كم مسافة بتقدر تركض؟ أو مثلا بقول how fast can you run؟ قديش أنت سريع بالركض؟ إذا كان هنا نقدر نستخدم قبلها إيش؟ نستخدم قبلها نستخدم قبلها an adjective. This is all for today يا خامس. Thank you very much for listening. إن شاء الله نرجع منراجع القاعدة مع بعض. أي استفسار تواصلوا معي. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا خامس، هنا طلعوا عندي في عنا بعض الصيغ الأسئلة اللي بنستخدم معها how. مثلا عنا how much. how much معناها إنه بنستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة. إذا how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة.
إيش يعني أشياء غير معدودة؟ أشياء غير معدودة يعني هي عبارة عن أشياء ما بنقدر نعدها، مثلا الأرز مثلا ما بنقدر نعد حبات الرز، السكر، الملح، الماء، العصير إلى آخره. إذا هاي الأشياء غير معدودة. مثلا عندي مثال: How much does this rice cost؟ يعني كم سعر هذا الأرز؟ إذا how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء غير معدودة. How many عكس how much نستخدمها للسؤال عن كمية أشياء معدودة. إذا مثلا التفاح، البرتقال، الأشياء اللي بقدر نعدها، الأقلام، مثلا كتير في عنا أشياء نقدر نعدها مثل التفاح، البرتقال زي ما حكينا. For example, how many apples do you have in this bag؟ يعني كم عدد التفاحات التي لديك في هذا الكيس؟ آخر شيء لليوم يا خامس هو إنه عنا الhelping verb can عادة يسبقها adjective، زي مثلا هون شايفين far. How far can you run؟ يعني كم مسافة بتقدر تركض؟ أو مثلا بقول how fast can you run؟ قديش أنت سريع بالركض؟ إذا كان هنا نقدر نستخدم قبلها إيش؟ نستخدم قبلها نستخدم قبلها an adjective. This is all for today يا خامس. Thank you very much for listening. إن شاء الله نرجع منراجع القاعدة مع بعض. أي استفسار تواصلوا معي. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.